تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن بدء موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية عن العام المالي المنقضي 2021، وتهيب المصلحة بالممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم الإقرار في موعد أقصاه 31 مارس 2022، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين حتى 30 إبريل 2022، أو خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية للشخص الاعتباري. وتشدد المصلحة على سرعة تقديم الإقرارات وعدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة القانونية. مع تحيات مصلحة الضرائب المصرية.